السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس، اموركم كلها مزيانه؟ كنتمنى هذا الفيديو هذا يطلع لكم وتكونوا في احسن الاحوال. المهم انا كنقدم عليكم وداير معكم فيديو في الباب ديال هوم ديبو. صافي قررت يعني من بعد واحد التفكير كبير وكبير وكبير، قررت صافي باش غادي نبدا في الصالون المغربي. كنت كنخمم كنقول يصيفطوه لي من المغرب شويه عندنا، كنقولوا لا. كنقلب هنا كنلقاه بلي واحد الثمن خيالي، قلنا اللهم بعدا نصيبوا لاباز ديالو، يعني نصيبوا السرير وهذا نصيبوه حنا. راكم عارفين يعني ماشي اول مره غادي نصيبوا الصالون المغربي، فيتمنى مصايبينه. وكانوا بزاف البنات، انا ديك الساعه الوقت اللي انا كنت صايبت الصالون المغربي كنت يعني ديك الساعه محي يعني ما دايره لا يوتيوب لا والو، كنت مصايبه يعني غير انا وراجلي مدايرينو. يعني نهار درت اليوتيوب كان عندي صالون مصايب، وبزاف البنات اللي مساكن كانوا كيقولوا لي شاركي معنا كيف صايبتوا الصالون غير نتوما بوحدكم، رغم ان يعني راجلي ما عندوش كاع مع هادشي تنجره. ولكن ما بغيتوش تفهموا البنات، هو ان في هاد البلاد هادي، ماشي غير في هاد البلاد، في اي بلاد يعني خي كتفوتي تخرجي من بلادك عارفي باللي اليد العامله غاليه، يعني خاصك تقفدي على كميماتك، اي حاجه بغيتي ديريها تقفدي على كميماتك وتعلمها. المهم البنات، هاد المقدمه كامله باش نقول لكم ان شاء الله صافي قررت باش غادي نبداو في الصالون المغربي. وحنا جيت دابا هنا لهوم ديبو باش غادي نشريو العود، عندنا العبار، عندنا كلشي. الا بغيتو كاع نشارك معكم كيفاش خديت العبار وداكشي، رجع ان شاء الله للدار ونوريكم. خدمنا بالسكوتش، يعني فرشنا غنحل لكم هاد التصويره غادي تاخذوا منها فكره، يعني فرشنا غير بالسكوتش العبار والقاد وداكشي اللي باغا ندير فرشتو بحال هكا. وعاد دابا ان شاء الله غادي ناخذوا العود، حيت بغينا هنا يقطعوه لينا، يعني بغينا هنا يديوه مقطع. هنا كاين واحد لا ماشي اللي كتقطع العود وداكشي، يعني كاين كدي العود عبار مقطع نيشان بلا ما تديه للدار عاد تبداي تقطعي من جديد وداكشي. مهم ندخلوا ان شاء الله ونشوفوا يعني نوريكم حتى العود عندنا شحال داير، نوريكم كلشي يعني مرحله بمرحله ان شاء الله. حنا مع بعضياتنا حتى نغيزوا ان شاء الله الصالون، نتمنى ان شاء الله يطلع كيف ما تمنيته. حنا دخلنا الرحله ديال العود، كاين انواع واشكال العود بحال هذا العادي، كاين العود ديال الشوك، يعني كل واحد كيمشي على جهدو وعلى جيبو. يعني كاين العود اللي نقي، كاين العود اللي داخله فيه المعزة، هادو ديال برا، هادو هما اللي كيصيبوهم داك برا. هادي هي الماكينه اللي قلت لكم البنات كتقطع العود، شوف إلا جبتي العبار كيقطعو لك كلشي هنا، كديه مقاد. كاين فين كاين هادو هنا، هنا فين قلت لكم البنات كاين هاد العود هذا الممتاز، راه عظيم الثمن ديالو كما كتشوفو 29 32. هادي بلاينشات هادو، كاين هادي اللي كتكون داخلة فيه شي شويه المعزة بحال هكا كيكون رخص منو شي شويه كما كتشوفو 18 10 8، كاين هادا غادي قاعدة 45، شتو هادي شي شويه عريضة. حنا غنوريكم اللي كيخدم السدادة، يعني اللي كيدار بيه داك السرير لداخل، هما كيبان لكم غير تشوفوا غير يبان لكم شتو، هذا هو اللي كيخدم بيه، غادي نفرقع شتو. هذا اللي كيخدم بيه السرير من الداخل، ومن هذا كيدير 11 دولار، 11 دولار 11 فرنك. هذا هو اللي داير جمال في الواجهه ديالها، هذا هو اللي خصنا نعرفو. دابا حنا غنصيبو السرير عاد نفكرو مزيان. نغيز لاس البنات، صايبين مقادين، اللي باغي يدير رجلينا الرجلين ديال دوك الطوابل القدام، هادو هما كيخدمو بيهم هنا الدروج، شوفو كيقدر واحد يخرج بيهم حوايج أخرى.
بحال هذيك الدور اللي كنا دايرين حنا في السوندريات عمرها كيتباعوا بحال هكا جيو توصلات عارف شو كيتباع بحال هكا مسيني داير مقاد ركب لي غير التحت ديالو يعني العود هنا كيكون مزيان يعني كيتقام مزيان غادي نروح غادي نضرب لكم شويه في البلاصه ديال الزواق انا جاي هنا دوك الزواقات اللي كيكونوا واجدين هانتوا عرفنا شو العود فيني مقاد رجو لصق هادو هنا كيديروهم السقوفه لهذا بحال هادشي ديال بيوت النعاس هادشي اللي في الطبل الفوق شتو هادشي ديال الشوميني ولكن حنا كنصيبوهم بالسدادر هما راه عندنا نجارة راه ماشي ما كاينينش راه كاينين نجارة ولكن بالنسبة بحال دابا اللي عنده صالون كبير وداكشي فهمتي يمشي يعطيه نجار ويصيبو وقت اللي عندي يعني صالون غير صغير وعشاق من الليل بحالي كل مرة كيبغي يخرج حاجة اللهم يلاق ليه خدمة ايدا هي اللي تلاق ليه شوف انتم الزواقة زوني وكاين سامبل تاع السامبل كاين موجود غير فيني العود ديالك وجي للصق انتو يعني شوفوا هو مسبوغين هاد الديكورات هاد شو البنات كاين حتى هاد اللوحه هذا بحال هكا الكوتيات ولا الكوان ولا هكا انتو راه كاينين هادو اللي كيكونوا بحال هكا مدوبلين كيكون فيني مقاد كاينين هادو اللي كيكونوا شويه رقاق ولكن كيبان لكم على حساب من الثمن على حسب الرق ديال العود وعلى حسب الخدمه ديالو بحال مثلا هذا هذا مسيني زويون هذا داير 19 وعاد بغى الواحد ياخذ اللوح هو يقسم راسو بحال دابا هذه شي شويه كبيره هذه شي شويه كبيره بحال دابا بغى ياخذها الواحد ويخرج منها هي جوج ديال الكوطيات اللي عنده بحال هكا المشار وداكشي اولا يقدر يقطعها هنا كامل خاص مثلا هذه غنقسم على جوج غطلع 33 قسم على جوج شحال البنات المهم غطلع ديك 17 دولار هكاك تقريبا قال من 22 فهمت يعني الواحد كيخدم شي شويه دماغه بحال هكا باش كيوفر شي شويه ويطلع الحاجه شويه رخيصه المهم البنات خدينا العود اللي غادي نخدموا به يعني كما قلت لكم جايبين العبار كامل مقادين عارفين اشنو غادي نحتاجو احتاجينا يعني كل وحده من هادو اللي خدينا خاصها تقسم على جوج ومن الزهر عندنا البنات طحنا في اليوم الماكينه ما خدامش ديال اللي كتقسم يعني هذه كتقسم فرمشه عين صافي قال لي راجلي غادي نقطعهم هنا يعني بالايد ديالنا عندهم يعني عندهم هذيك اللعيبه الوقفه فين كتحكم العود كاين المنشار كاين هكا تبقى يعني الغبره ديالهم تبقى هنايا وداكشي نديو العود نقي غنمشيو ان شاء الله ونكمل يعني صيد الصالون صافي داكشي علاش غادي نتعاون انا وياه يعني راكم شفتوا ماشي طرفوا لا جوج يعني راهم تبارك الله راهم يعني بزاف ديال العود وضروري ما غادي ندير الايد ديالي واخا ما نكذبش عليكم يعني درت وحده قسمت لي وحده بغيت زعما حتى انا نعاون هادي اللي طحت فيها معزه البنات مع البلاصه اللي غادي نقطع فيها معزه عرفتي درت معها وقلت لا غادي نكملها صافي بديتها غادي نكملها المهم البنات المهم هو المشاركه وصافي عرفت شحال ديال البنات اللي مساكن كانوا طالبيني على فيديوهات بحال هكا ديال السلادة كيعتبرو بحال هكا 70 ولا 27 هنا على حساب العرض ديال السدار شنو غادي ندير انا
هادو الجنابيات غديرهم داخلين غديرهم داخلين ولا غيكونوا خارجين؟ لا خارجين داخلين بحالكم داخلين. داكشي علاش الاخرين قلت لك 27 ما يجيوكش. ها راك كلاك صح حالك هكا. وعاد دابا تعبر هذوك العبار اللي الوسط باش تقطع هذوك الثلاثيه. هنا دابا الواجهه اجيو تلصق هنايا شتو خدم السرير بحال هكا كيكون كل خدمه باينه. دابا اللي خاصني انا المنشار اللي معرفتش شنو المنشار كاين اللي تحت يمكن في البيت العود معرفش. انا غادي نخلي هادشي وغادي ندوز نشعل شويه البنات بس مرقده شويه ديال القضبان والكفته ما نقابلوش طان قبل السداد راه مقاول الجوع. المهم هنا كما كتشوف قبل ما نخرج نشريو العود وداكشي قطعت هذا القضبان ورقدتهم راقد يعني شي حليت لهم الريحه ديالهم هكا ريحه يا سلام. هنا شويه ديال الكفته وغادي نطيب واحد البريريت ديال اتاي. شوف حنا يلاه عندنا السوق سمين. انا كنبغي دابا يا من حد بقى الجو مسامح باش نديرو بحال هكا شويه على برا وداكشي راه حقاش ما بقى والو واحد الشهر هكا كل اقل وغادي يبدا يتقلب الجو اللي ما بقاوش نقدروا نخرجوا نمشيو على برا وهكا. داكشي علاش خصكم كتشوفوا عادي شويه دق الشوايه والفاخر. يلا بنات حنا مازال مع بعضياتنا ان شاء الله تنشوفوا السرير كيفاش غادي يطلع اليوم. هم يضرب ضربهم تريني تاخر الجيار وخلا دابا صحه البنات زهيتي يا طيبي زاهية الله يعطيك الصحة. دابا بقى لي نعمر الطبان ونحطهم ها واخا انا نشعل ها الفاخر شعل سامي لا شكرا سامي شكرا دير لا غتكون سخونة غيكون سخون راه حط القطب حطهم حط القطب شعل ليلى معاك تركي بنت الداري غادي نضرب لها الرجيلات ديالها. لا والله لا عطيك الصحه. المهم الداري وجد البنات معاه مع العشيوه تحطت راه غادي تبرد عطيو الطريقه ديال تسخنوا الباريزيان بحال هكا فوق شويه حتى كتجي فيه واحد النسمه ديال الفاخر يا سلام. المهم البنات دابا فدانا مع الداري الاول الدري اللي يعني راه شو كنت مبرسطه مع شويه وهكا ما صورتش لكم بشويه دابا هنا ان شاء الله غادي نصور لكم بشويه تشوفوا الدري كيفاش غادي يطيب. المهم عندك هاد الطرافيات هادو كما كتشوفوا كيفيسي واحد على واحد غير من الحاشيه وكتحاولي تميسي ليها الحاشيه الا لحقتي كيميت ليها الحاشيه شو كيفيسي بحال هكا هادو هما اللي ولي بدا بيهم
غادي نفيسيوهم كاملين. نعم نحاول هاد الدراري نخلي لكم شويه بشويه. هادو البنات هما اللي غيكونوا واحد من جهه اللور واحد من القدام. هنا كما كتشوفوا غادي ياخذ العبار ديال السداري، العرض ديال السداري كيكون فيه 27 انش اولا 70 سنتيم، يعني على حسب السداده اللي عند كل اخت. حنا عندنا السداده ديال 70 سنتيم. اول حاجه غادي يقطع هذوك العيبات ديال الشومبريرات اللي كيشدو هنا الوسط. هادو شحال درتي فيهم؟ ما درتي فيهم 700 اطلاقيا 25 انش 25. كينقص على حساب هاد السمك ديال هادي، على حساب هاد السمك هادي كينقص من 70. هاد السمك اللي كيكون هنا وهاد السمك اللي كيكون هنا باش السداري يجي ثابت، يعني ما يبقاش يبان لكم السداري فوق السرير كيشطح. فهمتوا البنات؟ خاصو يكون نيشان، العبار ديالو نيشان. داكشي علاش كينقص تقريبا انش انش، ياك هنا كاين انش انش، تقريبا سنتيم ونص هنا كينقص تقريبا ديك 3 سنتيم هكاك. لا ماشي 3 سنتيم، 25 ونص، 5 سنتيم ونص، انش ونص، بحال انش ونص تقريبا هي 3 سنتيم. والله ما عرفت. حيت حنا عندنا العبار، حيت حنا عندنا العبار بالانش. مهم كنقصو السمك ديال هاد الحاشيات هادو، هادو اللي كاينين هنا هما اللي كنقشوهم من 70 سنتيم. نشد معاك مهم البنات. هانتوما كما كتشوفوا قطعنا هادو، قطعنا هنا خشيرات قطع هادو عبار كما قلت لكم قسمهم هاد العرض ديال هاد الحاشيات هادو، وكما كتشوفوا كاين بلاصه فيهم بحال هكا. زي سامي يقاد اليوم العبار بحال هكا باش يشوف كلشي. كلشي هو هذا بابا. يا بلانكس ها تقلبهم. يا حتى الكتفه حيت الاخرى باقي ما مسكتش. عارف سارف عارف سارف هاو هاي از لايك ذس ميك هو ويت تو ذا كاميرا. عارف سامي عارف سامي عارف البابا. هم البنات هنا خلينا انش لا بيت رشوية الدوغ كيني بات لا قلبتهم. هما البنات كما كتشوفوا قبل ما كنسمروا حتى كنعبروا مزيان. انتم كما كتشوفوا 27 انش يعني 70 سنتيم. دابا عاد غادي يبيسي وخلى هنا واحد الانش على حساب فين غادي تخشى ديك الحرف اللي كيسد، اولا بحال تبغينا نديروا الواجهه ولا شي حاجه. شوف البنات راه كيقول لك 100 تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقاس، يعني حتى كنعبروا بالسنتيم وكلشي عاد كيسمر اولا كيفيسي. هنا في هاد البلاد كاينه الفيس. الله يعطيك الصحة. شتي هاد الانش هذا اللي كيبان لكم خارج هنا، هاد الحريف هذا راه هو اكسبري خلاه باش غادي يفيني. هانتو شوفو العبار تاعي 27. اش من دوغ هاوس؟ تصدقي هادو راه السدادر ديال الصالون. حنا مضاربين مع السدادر وهو مضارب مع الدوغ هاوس. باغي يدير يمكن باغي يصيب ماما. اي فاوند فوكس. سامي
اش من فاكس سامي صدق. I saw it. I'm not lying. My ear is not red. شفتي؟ سمعتيه ولا شفتيه؟ I saw it. اوكي. حتى الغدا وريه لي يلا سير. Just sneaky. سير. سد. They live. سد. Wait, ماما. اوكي يلا سيد. So we have to get with him. بنا الكلاب الغابة. أنا قلت له أكبر. نسيت طيبي. قال لك شاف الفاكس. يعطيك الصحة. ما شاء الله. 27 27. دابا مقطر في مقطر في الاخراني شي هاد الانشادي هنا وايدينا مزيان مع الضو شي هاد الانشادي اللي كيخليها هنا راه غادي يدير الطرف بحال هذا غادي يسد من تم كيسد على ديك الجهه كامله كيبقى بحال هكا الاخر ديال السداري وفي نفس الوقت كيبقى بحال كلا بغى الواحد يدير قطيه بغى يدير شي واجهه بغى يدير شي حاجه بحال هكا كتلقى فين كتكوله السرير هو كلشي من الواجهه يعني الواحد كي الواجهه كتبقى غير ديكور يعني الا ما كانش السرير صحيح كديري السداري بقى الواحد يبغي يريح يبقى يزيط لي السداري ولا شي حاجه صبر بصبعك ياك يلا شتك كديرها صبعك كتجيبي لعبة صافي عبر عبر هاديك الاخرانية فيا شوية شوية 27 الله يعطيك الصحة ميتة 27 هالكادر تصايب دابا بقى غير غيدور ويبيسي ليهم الواجهة ديالهم وها السرير وهاد السرير كمل بقى لي الرجيلات رجيلات هما كما كتشوفوا خاصهم غير يتقسموا على جوج وها عندك مشاضلك is the going to get it قال سير سير عاون بابا عندك ضرب راسك and I need a flashlight where's the flashlight flashlight you don't need a flashlight هو راه ما بيهش يمشي يعاونك هو راه بيه غير يمشي يلعب شي شويه بالفلاش لايت ياك شكرا ستفهم على حسب العبال اللي بغينا مثلا انت اللي بغى هاد المسافة هادي تكون صغيرة اكثر مثلا تكون بحركة تزيدوا واحد ويكس غير كي تقل يعني غير كي عود سداري تقل اكثر اما هو هكا حلو هكا كي يجي مزيان عاد كي قاد لي العبال يعني كي يخلي كل وحدة بيناتهم شحال تقريبا جوج انش ما والله ما عبرتش هو كي عبرت عيني دخلاني معاك الفيديو خص باغا دخلاني معاك بزز وصح المعلم ديالي مين ولا ما بغاش نشري لي انا راه خاصك تشري لي هيرز ات سير سمير راه يضربك بابا صافي لي هذاك التعليم عرفتي شحال ندير غنطيح دابا نحيد لي هذاك الروكون نديرو في جيبي ونهضر ديرها كنظن البنات الفكره راه دابا واضحه وكيف ما وعدت بزاف البنات نهار الجمعه نهار بغيو نصايبو السجادات الفيلمي معاكم هذه هي الطريقه باش كنا صايبناهم اول مره كما قلت لكم هذاك الصالون صافي تحيد هذاك القديم صافي صيفو صافي لاو داكشي صافي وهاد السديدرات اللي درناهم جداد انا كنوريهم لكم مازال الكوانه مازال مهم ما هي انا حاجه بحاجه داكشي اللي انا كنصايب راه كنشاركها معاكم ما عرفتش واش هاد الفيديو هذا نحطو او كنصايب الكوانه ونشاركها معاكم حتى هي اولا غادي نخلي تنشارك معكم كلشي والله ما عرفت مهم انا خدامه معكم حاليا حاجه بحال هكا صافي انتم كتشوفوا يعني بانت الفكره من بعد كيكمل بحال هكا يعني الكيس كي فيسي هذوك الفيسات كاملين كاع دوك العويدات بحال هكا كيتفيس ايت فيسا اولا كيتصمر اللي بغات السمار يعني بغى الطرقه والمسمار هادي المطرقه والمسمار
حنا البيس هكا كيجر العود يعني كيثبت العود مزيان. صافي. وكما قلت لكم من بعد الواحد يعني الواجهه يا اما كي الواجهه يعني كتبقى يا اما كتصاوب بها راسك يا اما كيصيبها لك النجار يا اما المهم تيو البنات ديالك الناس تيو صايبنا راسنا. والواجهه باقي والله العظيم مازال كنفكروا باقي ما عارفينش اشنو غادي نديروا بالضبط يعني باقي ما عارفينش اشمن واجهه غادي نديروا. داكشي علاش قلنا نصايبوا السرير باش من السرير ناخذوا العبار والكمال على الله ديك الساعه. صافي هنا كما كتشوفوا البنات صافي كملنا هاد السرير هادو درنا هادو بجوج اليوم. وكي كما كتشوفوا هنا زوج ديالي يعني كيعبر كيزيد يتاكد يعني كلهم جاوا 27 يعني العرض ديالهم كيجيو 27 على 27 يعني ديالنا هنا هي 70. حنا البونجات اللي عندنا والسدار اللي عندنا فيهم 70 يعني ما كنبغيش نحط السداري ويبقى يشطح يبقى وشمتو يتلمط ويتقاد ويبقى يشطح فوق السرير. داكشي علاش كنزيدو نتاكدوا هنا. شوفوا هذا القيد خدمي فيا اليوم. الله يعطيك الصحه. ها السيد درت ديالنا تصايبوا البنات ها هما الصحه والعمل. صافي دابا بقى اليوم غير الرجلين وغيكون سرير وجد يعني. وديك الساعه خذي وقتك على خاطر خاطرك يا البنات تفكروا اش ديروا في الواجهه. دابا بقى لينا خلينا السداري الوسطاني هو اللي بقى. المهم البنات هنا كما كتشوفوها تقول لي منين جات هذيك القنطه غزلان خليناك وصيبت السدادر. حتى انا بحالي بحالكم البنات هذا الصباح كنت خدامه غير دخلت تصادفت مع الصاله بحالكم صيبه لقيت الزوج ديالي الله يعطيه الصحه يعني قام بالواجب وكمل هذا القنت ومازال دابا نيت خدام لي في الكوانه لحقاش انا عرفني عجبني الستيل هذا ديال هذا الستيل اللي خرج جديد ديال الفرماجه في القنت. وما شاء الله عليه يعني لقيته صايب لي دابا الهادي وخدام دابا في الكوانه غير يكملها يحطها ونصورها لكم حتى هي تشوفوا كيفاش جات. غتقولوا لي كيفاش صايبها ما عرفش لحقاش راكم عارفين كنت خدامه ما صورت يعني ما عرفتوش كاع كيفاش صايب لهاد الكوانه بالحق كنظن غتكون يعني نفس الخدمه. وهنا البنات من بعد ما كملت الكوان هانتوما الكوان جا على هاد الشكل بحال هكا يعني طريقه بسيطه باينه يعني الخدمه ديالو كيف ما كتشوفوا. دابا صافي ها هو السرير وجد يعني الكادر وجد ديال الصاله هكا كيفاش جا يعني غادي يجي هكا ال شيب. هادي البلاصه ديالو فين غادي يبقى ان شاء الله دائما جا على هاد الشكل بحال هكا. دابا ان شاء الله ناخذ وقتنا وقتنا يعني بشويه بشويه حتى نعرف اشنو غادي ندير شنو غادي ندير في الواجهه الموديل اللي بغيت باقي. مهم يعني مادام صايب لي الله يعطيه الصحه يعني صايب لي زوج ديالي صايب لي السرير. دابا بقى لي غير البونج باقي عندي يعني ما عطيتهمش البونج مازال عندي ان شاء الله غادي ناخذ له العبار ونقطعو على حساب هاد المساحه اللي عندي هنا. و مهم ضروري غادي تبقاو معايا يعني دقه بدقه اي حاجه اي جديد درتو في الدار والا غادي نشاركو معكم البنات. يعني كانوا بزاف البنات اللي كانوا كيسولوني على السدادر كنتمنى يعني باش هاد السرير هذا ما صورت لكم هذا وصورت لكم هذا هادو كما قلت لكم ما كتبش ليا باش نصورهم يعني ما كتبش يعني انا كنت خدامه جيت لقيت راجلي صايبهم الله يعطيه الصحه. ولكن كنظن يعني نفس الفكره يعني تراسه وخدم عليهم يعني خدا العبار وداكشي يعني ما بنفس الفكره ديال هادي كنظن غيكون صايب هذيك ساهيه. المهم البنات حتى هنا ما بقى لي غير غادي نودعكم. لا عندكم شي افكار لا عندكم شي اقتراحات البنات ما تبخلوش عليا كيف العاده. ما بقى لي البنات غير نودعكم ونضرب لكم موعد فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.